ما من اختلاف على أن المطالب التي خرج من أجلها الشباب الذين ضاقوا درعا بأحوالهم السيئة تمثل مطالب جميع العراقيين الذين سبقهم أهالي الأنبار بالمطالبة بالخدمات وفرص العمل ومحاربة الفساد والمفسدين، لكن احتجاجاتهم انتهت باحتلال داعش الإرهابي أكثر من ثلث مساحة العراق ودمار مدنهم بعد تحريرها من قبضته. الأهالي طالبوا الحكومة العراقية بتلبية مطالب المتظاهرين ليعود الأمن والأمان والاستقرار للبلاد. احنا نطالب الحكومة المركزية والمحليات اللي موجودة بالمحافظات الجنوبية بأن تدير بالها على المواطنين، على المتظاهرين، تلبي طلباتهم، أو إذا ما يقدرون يلبوا طلباتهم كل واحد يقدم استقالته ويحقن الدماء الموجودة داخل الساحات الموجودة بالمتظاهرين. احنا الوزير الدفاع يطلع يصرح غير شيء، يقول هاي طرف ثالث. زين الطرف الثالث يعني حكومة انت مركزية ومنتخبة من قبل المتظاهرين او الشعب، ما تعرفون الطرف الثالث من هو؟ سحبتوا السلاح من الاتحادية وسحبتوا السلاح من الجيش وخليتوهم للامام وخليتوهم كبش الفداء، هم اللي ورا ذولاك يقمعون بالمتظاهرين. فاحنا الى متى راح يبقى المتظاهر او الشعب يطالبون بحقوقهم وماكو؟ نطالب من الاخوه المظاهرين في الجنوب والشمال والوسطى ان يكفون عن هذه المظاهرات، يطلبون طلبهم ويقعدون يرتاحون ببيوتهم، لان والله شفنا والانبار خاصه بالذات شافت ماساه كبيره. اخرون وجهوا رساله للمتظاهرين مفادها ان لا جدوى من الاحتجاجات وان طال امدها. احنا مع المتظاهرين قلبا وقالبا مع المتظاهرين، بس احنا ما نأيد المتظاهرين في شغلة انه التظاهرات تستمر ومثل ما يصير خراب بالانبار، ما نريد الحالة تكرر اكثر بعد، وندعو الحكومة ان تستجيب لهذه المظاهرات وتحقق مطالب المتظاهرين باسرع وقت. نتمنى من الحكومة الرشيدة النظر الى هؤلاء الناس الفقراء اللي ده يصير شهداء، ده يصير جرحى، ده يصير اعتصام، وهذا تعطيل يعني تام لدوائر الدولة في بغداد وفي بعض المحافظات. تأييد كبير للاحتجاجات التي تستهدف إنهاء الفساد ووقف المحاصصة والامتيازات والمغانم ومحاسبة الفاسدين يبديه أهالي المحافظات المحررة الذين يشعرون بالحزن والغضب لعدم قدرتهم على إبداء آرائهم ومساندة المحتجين في كل مكان ولو بكلمة أو صورة، خوفا من الملاحقات الأمنية وجلب المشاكل والاعتقالات بتهم الإرهاب.